وصلنا الآن إلى مرحلة البوست برودكشن، وهي مرحلة تجميع العناصر التي حصلنا عليها من عمل ريندر من برامج مختلفة. سنقوم الآن بدمجها معا والتفكير في عملية تصميم العمل النهائي للحصول على أفضل جودة ممكنة لهذا العمل. فبعد أن حصلنا على ريندر، عملية ريندر لهذا المشهد، هذا هو المشهد وهذه هي الفريمات كما تشاهدون، بالإضافة إلى العنصر الآخر. هذا هو الريندر الأول وهو عبارة عن الألفا ماب، وهنا نشاهد الكلر ماب، ونشاهد هنا الديبث ماب، بالإضافة إلى عملية ريندر الصورة التي قمنا بعملها. هذه هي الصورة. سنقوم الآن بدمج هذه العناصر الرئيسية معا، ونقوم بعملية تصميم للحصول على أفضل نتيجة ممكنة، والتي قد نضطر إلى عمليات تعديل ألوان أو عمليات إضافة عناصر أخرى متحركة أو ثابتة إلى المشهد، أو خلفيات أخرى إلى المشهد ككل. دائما أثناء العمل دائما ما أقوم بعمليات تجريب وبحث من أجل الحصول على أفضل تصور ممكن. فمثلا هذه هي الصورة صورة قديمة لرندر سابق كنت قد قمت به من أجل تصميم الكتابات والتفكير في الشكل النهائي لهذا العمل. لدي هنا بعض الأفكار التي كنت قد فكرت بها أو طرحتها. فمثلا لدي هنا قمت هنا بوضع زخرفة بالخلفية. سأقوم بعد قليل بفتح الملف وكيفية الزخرفة. هنا لدي زخرفة أخرى مختلفة لكنني لم أعتمدها. ما أحاول قوله هنا أننا كثيرا ما نقوم بعمل أشياء لا يشاهدها المشاهد، وهي عبارة عن عمليات تجريب وبحث من أجل الحصول على أفضل فكرة أو أفضل تطبيق للشكل أو الصورة أو التصميم. لذلك لا يعتقد أحد أننا، أو قد يظن أن الشخص الذي صاحب الخبرة كل شيء يفعله صحيح من المرة الأولى ولا داعي لأن يجرب، بل على العكس لا بد من التجريب والبحث، وكأننا نعمل الشيء أو نقوم بعمل شيء لأول مرة في حياتنا، ولا نعتبر أو نحصل على النتيجة دائما من أول مرة وهي أفضل نتيجة، وإنما كثيرا ما نقوم بالبحث والتجريب والمضني فعلا، البحث المضني. هنا لدي قمت بعملية تجريب لنوع خط آخر لشهر الرحمة والغفران. هنا مثلا قمت بعملية تجريب وضع لون أزرق من أجل الحصول على زرقة أفضل. هنا مثلا نسخة أخرى من الزخرفة. هنا مثلا ارتأيت أن المشهد بحاجة إلى زرقة أكثر، لذلك عندما قمت بعمل الرندر النهائي، هذه هي الصورة النهائية، نلاحظ أنني قد قمت بإضافة اللون الأزرق وتعديل ألوان السماء من خلال برنامج فو. لذلك هذه التجارب تساعدني كثيرا قبل الإنتاج العمل النهائي، لأنها عمليات بحث وتجريب. هنا لون أزرق مختلف من أجل أيضا التفكير في عملية إضافة ألوان. هنا تجربة أخرى وهي عملية بعض إضافة الألوان الزاهية مثل اللون النهدي واللون البنفسجي واللون الأزرق. سأقوم بعمل نورمال. نشاهد هذه هي الألوان، وقد قمت بعمل لايتنج لها كمؤثر من أجل التجريب، ورأيت أنه قد يعطي انطباع جميل بألوان زاهية، لكنني أجلت هذه التجربة إلى وقت لاحق. هنا نلاحظ أنني قمت بإضافة الكتابات بأحجام مختلفة وأشكال مختلفة من أجل دراستها.
هنا بعض الصور نلاحظ أن عمليات الريندر وهي هذه، وهذه نشاهد هنا أن هذه الصورة أو هذه الخامة في برنامج الماكس كانت من أجل تجريب اللون ومدى مطابقته أو جماليته مع المشهد الخلفي. لذلك هذه عمليات هذه العمليات التي أقوم بتجريبها قبل عمليات الريندر النهائية مهمة جدا من أجل الحصول على أفضل نتيجة ومطابقة ممكنة يمكن الحصول عليها قبل العمل النهائي وتكرار الإعادات والتجريب. لذلك مجرد فتح أو عمل صفحة بيضاء على برنامج الفوتوشوب وأخذ صورة برينت سكرين أو يعني عمل ريندر لصورة فريم واحد ومن سواء من الكتاب أو من القمر وعمل دمج بينهما قبل الشروع بالعملية النهائية على برنامج الافتر افكت، وذلك من أجل كما قلت سابقا الدراسة للألوان والحركات وجميع الأشكال والعناصر الأخرى. نشاهد هنا لون آخر أنني قد قمت بتعديل اللون، نلاحظ الفرق باللون والإضاءة. هنا كلمة رمضان كبيرة لكنها غير مناسبة بهذا القياس، وإنما كانت من أجل تجريب اللون النهائي وهو هذا اللون لمدى معرفة مدى نهاية انتهاء الكلمة بالإضاءة التي تحملها. هنا بعض الكلمات الأخرى، هنا لون آخر لشهر الرحمة والغفران وهي موضوعة بمكان آخر لكنني عدلت عن ذلك. هنا لدي نفس الكلمة، هنا كلمة رمضان باللغة الإنجليزية. هنا لدي كلمة رمضان أيضا، هنا رقم السنة الهجرية 1433. نشاهد هنا الشعار، هنا كلمة نهائية لشهر الرحمة والغفران والكتابة الإنجليزية أسفل كلمة رمضان. سأنتقل الآن للبحث للحديث حول موضوع الزخرفة والتي كان لها دور مهم في عملية دمج العناصر المختلفة بعضها البعض، حيث تم يعني كانت خلفية الزخرفة الخفيفة اللون مناسبة لربطها وعمل عمل رابط بصري بين الكلمة والخلفية والسماء والمجسم أو صورة القمر والحصول على صورة يعني غير أو متراكبة أكثر. هذه الصورة وهي عبارة عن برينت سكرين قمت بعملها بأخذها من بطبعها من برنامج الماكس برينت سكرين من أجل التفكير في شكل الكتابة والأشياء والعناصر الأخرى، علما بأن هذه المرحلة كانت من مراحل البدائية في العمل، إنما كانت من أجل استقراء العمل النهائي والتفكير بالصورة النهائية التي سيكون عليها. قمت بدأت بالعمل على عدة زخارف، فمثلا قمت بأخذ شكل عمل هذه النجمة ثم عمل نسخ منها وعمل إضافة شكل داخلي بها، لكنني تركت الفكرة لم تعجبني. قمت بعمل فكرة أخرى للزخرفة، عمل زخرفة أخرى، هذا شكل من مقتطع من هذا الشكل، هذا شكل آخر وهذا شكل آخر نهائي من الزخرفة. قمت بتغيير الألوان وعمل نسخ وعمل نسخ أخرى ومضاعفات. أعجبني هذا الشكل المربع فهو يشعرنا بالخداع البصري، وعند النظر إلى هذه المربعات والتركيز عليها نشعر بأن الأشياء يعني لها منظور خادع بصري، لكنني في الحقيقة لم يعجبني، لم أرى أن هذا العمل قد يكون مناسبا للصورة التي أعمل عليها التي ستكون هنا، لم أشعر بأن هذا التصميم مناسب. بعد ذلك قمت بالبحث عن بعض الزخارف الجاهزة لدي لدي على الجهاز الكمبيوتر، ثم قمت بالتعديل على هذه الأشكال وهي عبارة عن أشكال فيكتور.
فيكتور اوبجكت يسهل التعامل معها وتعديلها مباشرة. فقمت بحذف بعض الألوان الفل من أجل إعطاء شفافية وتخفيف اللون أكثر. فمثلا لدي هنا الشكل بشفافية 50% تقريبا. ثم قمت بعمل نسخ أخرى من أجل دراسة اللون، ونشاهد هنا الخلفية ومدى وبداية التفكير في مطابقة الزخارف مع الخلفية. بعد ذلك قمت بعمل بتحديد هذه الزخارف وإرسالها إلى الفوتوشوب من خلال سحبها ورميها في ملف الفوتوشوب أو أيقونة الفوتوشوب، ليأخذها بعد ذلك على شكل فيكتور أوبجكت أو فيكتور سمارت أوبجكت. هذا هو أحد الشكل، طبعا هو يحتوي على فيل 40% تقريبا. ونشاهد هنا الماسك الذي قمت بعمله، وهو عبارة عن طلاء الماسك باللون الأسود من أجل التأثير عليه كاملا. فمثلا هنا لدي نشاهد هنا أننا نقوم بإعادة إظهاره، وعند التحويل إلى الأسود نقوم بتخفيف هذا الشكل. سأرجع إلى الوراء بالخطوات. إذن هذه الزخرفة التي قمنا بعملها، وتحتوي على شفافية من أجل أن لا تكون ظاهرة جدا للعيان، وبالتالي أن تمسك العين أو أن تكون لها السيادة في المشهد. إنما أردت أن أعطي ربط بين الكتابة والصورة كما قلت سابقا. لدي هنا هذا الملف الذي قمت بإرساله إلى برنامج الأفتر أفكت. طبعا هو لا يوجد خلفية سوداء، إنما وضعتها من أجل العرض لكم. هذه هي الخلفية التي سنستخدمها. لدي هنا الكتابة عبارة عن سمارت أوبجكت مع بعض الإفكتس، ولدي هنا كلمة رمضان، عفوا كلمة رمضان باللون البرتقالي مع بعض البذل. طبعا هذه الألوان تم عملها أو تحضيرها بناء على المشهد، على هذا المشهد، إنما تم فصلها في ملف آخر. لذلك هذه الألوان مطابقة للألوان النهائية، إنما هذا الملف هو مجرد ملف لتحضيره وإرساله إلى البرنامج After Effects بأقل اللايرز التي لا داعي لاستخدامها. إذن بعد ذلك سننتقل إلى برنامج After Effects من أجل الحديث عن كيفية دمج العناصر وربطها مع بعضها البعض والعمل التحريك النهائي، وسنتحدث عن الصوت وكيفية عمله في برنامج بريمير. ننتقل إلى ذلك الجزء.